عودي معكم مشاهدينا الى ملعب صيدا البلدي ما بين شوطي المباراه، مباراه كاس السوبر طبعا بين العهد والانصار. شوط اول رائع جدا فينا نقول على صعيد المستوى اللي قدمه الفريقين، وتقدم العهد كان 2-1 من بعد ما كان الانصار هو متقدم ببدايه اللقاء. على كل حال ملاحظات فنيه كثيره سجلناها انا وكابتن جمال حاج ورح نحكي عنها بهالوقت يلي عنا. كابتن جمال، بدايه من اذا فينا نقول الاتيتيود يلي ظهر عليها الفريقين، يعني الشخصيه يلي ظهر عليها كل واحد منهم. الانصار ببدايه المباراه الامر الواضح ما كان عنده رهبه انه عم بيواجه العهد، لكن العهد بشخصيه البطل دائما بينهي الامور وبيحسم الامور، والانصار مشكلته الدائمه كيف يرجع على مباراة تقريبا هلا بالبدايه. بس معلش يعني انا بعتذر من الجميع، بس بدي مرقها. انا بتمنى من الاتحاد الكريم اللي عم يبذل جهد كثير كبير، وهذه ما بدها بعتد مجهودات مش ضمن امكانياتنا قادرين، يعني من الخطا انه نلعب على ارضيه ملعب تكون بهذا الشكل. هذا امر اساسي بتطوير اللعبه وتطوير الاداء والناس تستمتع ونسوق للعبه ونقدم حمايه اللاعبين ايضا لتطوير الدوري لتطوير المنتخب بنفس الوقت. فهذا الموضوع نتمنى انه يكون يتخذ بعين الاعتبار بالمستقبل. بالنسبه للمباراه، ما يميز فريق العهد هو الشخصيه اللي انت عم تقول عنها القويه، يعني متعود على المنافسات والالقاب بعكس الانصار اللي يمكن يبدو عايش هاجس انه هو بده يحرز لقب ومستعجل. يعني تخيل من بعد ما قدم اداء افضل ببدايه كان المباراه عنده الفرص. وعنده فرص كثير، عم يلعب ضد تحديدا فرصه موني وفرصه حسن معطول، يعني رح نشوف عم يلعب ضد العهد قدر يخترق دفاع العهد. وانا برايي من ارضيه الملعب، من سوء ارضيه الملعب يمكن الفرص ما سجلت، ما قدر يحافظ على الهدف. هون بتبين شخصيه الفريق، كان لازم ممكن يكون متماسك اكثر، يغير اسلوبه، حماسه وانجرافه واندفاعه لازم يقلله لحتى يقدر بعد الهدف يحافظ عليه ويقدر يسير المباراه مثل ما بده. هذا امر ما تم. هون السؤال، لو سجل الانصار عبر موني او حسن معطوق، ما بدي اقول الهدفين، كان قدر يسير المباراه مثل ما بده؟ عنده الشخصيه اللي بتقدر لا تتحكم بمباراه؟ هذا سؤال تساؤل. هذا كمان هذا في تساؤل، لانه هو عاد سجل 1-0، وكمان بنرجع على ماتش الساحل بنهائي الرخبه كمان تقدم هو. هون المفروض ما يلعب على نفس الرتم الفريق الانصار، لازم يهدى. دائما عم بيكون في تحت ضغط، يبدو مطالب عم بيكون تحت ضغط، عم بيحاول يلعب برتم واحد بلعب مفتوح واندفاع هجومي بشكل في ريسك. هذا لا، مش كل اوقات المباراه بتعمله. في بقى بدك تتحكم برتم المباراه وتسير المباراه انت مثل ما بدك، بتبطل بتعلي بتوازن بتجمع لعب بتحاول. الامر الواضح كابتن انه الهدف الثاني، حاله الهدف الثاني، الطريقه اللي مر فيها العكاشي بتدل انه الانصار خرج من تركيزه بعد تلقي هدف التعادل. هو عم بيعيش هيدا حاله الشك، يعني الفريق حركه، يعني يا ريت نشوف الهدف على الشاشه، يعني ما عندي صوره هلا اذا بنشوفه على البدايه. في الهدف خطأ، في خطا كمان كابتن شربل من الاساس. ليش رجوع عبد الله طالب وحسن بيطار لما بعد نص الملعب؟ انت وقت معقول عندك رميه ركنيه المفروض الدفاع يكون متقدم، ما تعطي المساحه للمهاجم ليرتد. كان لازم يواجهه عكايشي بنص الملعب مش ورا، كان لازم يواجهه عكايشي بنص الملعب. فيك تشوف كابتن حركه اللاعبين، يعني طريقه تحرك اللاعبين بتدل انه خرجوا عن تركيزهم من بعد تلقيهم هدف. يعني صحيح. موني، حسن شعيط وشبريكو يلي كان مفترض يقطع الطريق على العكايشي بعكس اتجاه يلي منطلق فيه عبد الله طالب، وطريقه تعامل عبد الله طالب، يعني طريقه اللي واجه فيها العكايشي اعطاه المساحه. العنوان دفاعان غلطوا، دفاع الانصار غلط اقل، لكنه الترجمه 100% من مهاجمين من العكايشي. بالمقابل دفاع العهد وقت ما غلط ما كان الاستغلال 100% من فريق الانصار. المفروض اليوم هذا من هون بنستدل نروح على الشوط الثاني انه قادر فريق الانصار لازم يهدى ولازم يعرف انه قادر يوصل على الجول وقادر يسجل، لكنه امامه امران. اول شيء ما يتاخر بهدف ثالث لانه عنده هجوم العهد. هلا العهد قادر يتحكم برتم المباراه، عنده العهد ممكن بهجمات مرتده يعمل قلق، بده ينتبه وبنفس الوقت بده ينظم حاله شوي ويركز. وبعتقد قادر يوصل للعهد، اكيد قادر يسجل، لكنه بده شويه صبر وتركيز ويكون فعال اكثر بترجمه الاداء الجيد والفرص المحروسه. اخطا نزار محروس اليوم بالاعتماد على كمارا وعبد الله طالب، يعني بحاله الهدف الاول ايضا ما في يقول هدف سهل للعكايشي. البعض يمكن يعتبر انه الهدف سهل للعكايشي، لا بالعكس، لكن عرف وين يحط الكره لانه المرمى ما كان مشرع مثل ما ببين على الشاشه. عنده خبره كثير كبيره وذكي وهدافه ولمسته حلوه على الجول.
الاول من استلم الكره مع انه مفاجاه مباشره استلمها ومثل ما زرعها بالمرمى حط يعني مثل تمريره على الهدف. خطا مشترك كان بين قلبي دفاع الانصار، اخطا اليوم نزار محروس باشراك عبد الله طالب وابو بكر كمارا. معلش يعني الاضاعه لهي النقطه كثير مهمه لانه انا بحكي بشكل استراتيجي انا بهالنقطه بشكل استراتيجي يعني كمارا رجع من كم يوم على بيروت عم يشارك بشكل اساسي، عبد الله طالب مبتعد من فتره طويله كان ليشارك بالمباريات الاساسيه، يعني احساسه بالمباريات ما مفروض يكون حاضر بشكل اساسي. نحن حساباتنا غير المدربين، يعني ليش بقول لك بحكي بشكل استراتيجي؟ المدرب نحن عم نسأل طالما انه الفريقين بعد ما تحضروا بشكل مطلوب بعده المدرب عم بيكمل الفريق، اجى كمارا اخر الوقت عنده عبد الله طالب بجرب اليوم؟ بعده عم بيشوف الفريق اكيد اكيد في شغلات بده يشوفها المدرب. فيك يعني تجرب بالكأس السوبر مطرح ما انت مطالب بلقب. اذا انت على هدفك ليش اليوم شفنا طيب طارق علي من يومين اجى؟ ليه لعب اليوم؟ لانه باسم في براسه شيء، عم يفكر بالدوري بموسم طويل عريض، قادر ببعض الامرات المدرب عنده حساباته الخاصه، هلا نحن ممكن نحن مش مطلعين اكثر ما بنعرف، لكنه في حسابات ثانيه غير انك بس تفوز بالمباراه عند المدربين خاصه بدايه الموسم، خاصه لو ولو انه مباراه كاس السوبر، فبالتالي ممكن يكون عم بفتش على شيء، عم بيشوف شيء، يمكن هذا افضل متاح له، يمكن هذا بده يبني عليهم بالمستقبل، بده يجهزهم من هلا. نقطة بحكي أنا عند الفريقين، طريقة تبادل الأدوار، تبادل المراكز على أرض الملعب، عم بحكي عن الثلاثة، طبعاً أحمد زريق خرج من المباراة، زريق حيدر عطايا، موني معتوق وسوني سعد، عادةً خصوصاً من ناحية فريق الأنصار، تبادل المراكز بيكون بشكل أسرع من هيك، والدليل البطء إنه معتوق كان عم يهرب لحاله ببعض الأحيان على الجهة اليسرى، يلي على ما يبدو إحساسه أفضل إنه يكون موجود فيها من المركز يلي هو فيه حالياً. بعتقد يعني أكترية محاولات حسن معتوق كانوا على الجهه اليسرى بعد الكرات اللي وصلها على قدرات هجوميه هائله ونحن مبسوطين فيهم الفريقان اللي عم يعملوا انا برايي العائق الاول هو ارضيه الملعب اللي عم ما عم تخلينا نشوف مستواهم الحقيقي للفريقان وللهجومان. الشغله الثانيه هي عدم التوفيق او استغلال الفرص من ناحيه التهديفيه لفريق الانصار، لكنه بشكل عام فينا نقول اللامركزيه هيدي فعاله ومفيده، قدروا يوصلوا ويصنعوا الخطر وقت فريق مثل الانصار بيسجل وبيضيع ثلاث فرص بشوط اول مع فريق العهد، هذا شيء منيح، عليهم انه بس انه يكونوا اكثر فعاليه وترجم للاهداف، وبالمقابل كمان بعتقد فريق العهد قدر يترجم وعارف، يعني فينا نقول نحن ولو تقدم العهد بس هذا مش هو العهد اللي نحن بنعرفه مزبوط، في الشخصيه، في وقفه الفريق ماشي، في اللاعبين اللي قدروا، لكنه ما هذا هو الاداء اللي نحن بيطمنا انه العهد رايح على نهائي كاس الاتحاد الاسيوي. كانه العهد مقسوم بين فريقين اليوم، انا هيك لاحظت. في عامل امان وفي عنده لاعبين قدروا يستغلوا هفوات فريق الانصار ويسجلوا، صحيح عم تحكي هذا 100%. طيب الحل عند الانصار ممكن يكون عباس عتوانيكا بحاجه لصانع العاب اليوم، وخصوصا مع اعتماد الانصار كثير على الكرات الطويلة ببعض الأحيان. أكيد أكيد لازم أونيجا يكون له دور هلا بالشوط الثاني، وبعتقد إنه ما بيتعوق لينزل أونيجا، وبعتقد برجع بقول لك كمان بس السؤال إنه يكون متماسك دفاعياً، يكون شخصية الفريق عندهم ثقة بنفسه، ما يدخل الشق ليقين كل لاعب لداخل كل لاعب، يوثق يهدى ويحاولوا يلعبوا بهدوء وبصبر بسرعة بس إنه بصبر ويكونوا فعالين بالهجوم، بعتقد الأمور كل شيء مفتوح، ممكن العهد يسجل، ممكن الأنصار يرجع.